الرحيم. صلاة السلام على أشرف المرسلين. أحمد صابر كاتب الوطني النقابة الوطنية المهنية للأسرة في المغرب وعضو التنسيقية التساعية. فالإخوان كما في علم الجميع والإخوان هذو كلهم أعضاء مكاتب تنفيذية، كان هذا اللقاء تواصلي مع الكتاب مع الأعضاء المكاتب الوطنية. من طبيعة الحال كان حول ثلاث نقاط أساسية. الأولى اللي هو مشكل المحروقات واللي هو موضوع الساعة وكلكم كتعرفوه إلى آخره. ثانيا واحد المذكرة 750 صادرة عن وزارة الداخلية اللي فيها بعض البنود اللي هي في الحقيقة صعبة وصعبة جدا، وجات على أساس أنها تعدم يعني مرة. والثالثة هو موضوع التغطية الصحية. من طبيعة الحال كانوا ثلاث عروض للإخوة لأعضاء المكاتب التنفيذية ديال النقابة جميعا، وتصنتوا الإخوة المكاتب التنفيذية لهذه العروض جميعا، وفي الأخير اتفقوا على نقطة أساسية. الأولى هي بعث رسائل الجهات المسؤولة على رأسهم رئيس الحكومة وزارة الداخلية إلى آخره، وتعطى مدة زمنية من طبيعة الحال. وإذا لم يكن يعني النقاش والحوار حول هذه النقط الثلاث، فأنا ذاك الإخوان خداوا قرار على أنهم الخروج إلى الشارع. ولا كلكم عارفين الخروج الشارع أشنو فيه، ممكن يكون إضراب، ممكن تكون مسيرات، ممكن يعلم الله. أنا ذاك سنأخذ قرار ثاني. رسالة موجهة لرئيس الحكومة بالطبع، وهذا سؤال وجيه، وفي الحقيقة هذا رئيس الحكومة هو الذي يجب أن يتحمل مسؤولية هذا الغليان، وبالأخص موضوع الغازوال طبيعة الحال، وموضوع المذكرة 750، وموضوع التغطية الصحية. هذه كلها مواضيع يعني اللي هي القطاع الآن يتخبط فيها بكل صراحة. فنحن من هذا خلال هذا المنابر ديالكم نوجه رسالة السيد الوزير الأول أنه ينادي على النقابات ويجلسوا الجلوس والحوار، وما كاينش بحال الحوار. واعتقد ان هاد النقابات منحوا فرصه للحكومه من اجل الجلوس دون مشاكل دون غيلان دون. كلنا نعرف ماذا يروج في الساحه المغربيه. الكاتب الاقليمي لقطاع سياده الوزراء تابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو المكتب التنفيذي. يعني هاد اللقاء هذا تيجي في واحد التنسيق يعني نقابي تساعي كما تنقولوا حول واحد المشاكل تتعلق يعني بالدوريه 750 خاصه وبالغازوال اللي الان وصل لواحد المستوى يعني ينداله الجميع. فهذا التنسيق هذا من طبيعه الحال كان واحد النقاش مستفيض مع جميع يعني المكونات ديال المكاتب الوطنيه والمكاتب التنفيذيه، باش من الضروري باش يكون شي مخرجات او شي توصيات في الامور المستقبليه بالنسبه لقطاع سياده الاسره. فنعتقد انه طبعا ان هذا التنسيق التساعي تقريبا تيكون يعني المملكه المغربيه نقدروا نقولوا بواحد 90% تقريبا واحد 90%. اذا المخرجات ديالو بكل صراحه وبالاريحيه انها غتعم على المملكه المغربيه تقريبا بالنسبه للمهنيين. فتنتمناو ان هذا التنسيق هذا يعني يلقى يعني واحد الاذن صاغيه من طرف الحكومه ومن طرف وزاره الداخليه، لانه هذا قطاع حيوي خدماتي بامتياز، ومن الضروري ان حكومه او وزاره الداخليه وصيع القطاع هذا تصنت يعني كما تنقولوا لهذا المخاطب هذا اللي تيمثل المهنيين عبر ربع المملكه. تنتمنوا ان شاء الله تكون واحد يعني التفاته لهذا القطاع ديالنا باذن الله في الايام المقبله. تحيه. الاشكال اللي علاش جات هذه الندوه الصحفيه او لا هذا الحراك او لا هذا يعني هذا التحرك ديال قطاع سياده الاجره لما وصل اليه من يعني واحد شي وصل لواحد الشيء اللي ما تصورش. مهني الان يعني كيعاني واحد الشيء اللي ما تصورش. اللي كتزيد تكمل عليه هو الدوريات وكثره الدوريات اللي صدروا وعدم التنسيق في التنزيل ديالو. هما دوريات متكاملين، ولكن في التنزيل ديالو يتم هذا التنزيل يعني بشكل احادي.
بحال مثلا الدوريه 750 هالدوريه جات هذا رافضينها يعني جل المهنيين نظرا لخطورتها في الخطوره ديالها في كتجلى في التشريد ديال المهنيين في حاله توفي يعني صاحب المأذونيه يعني ديك المستغل او ديك السائقين اللي كيشتغلوا على ديك السياره فهم يتم التشريد ديالهم. زياده على ان عندنا في الشمال وجهه الشمال وجهه ديال الشرق 80% ديال سيارة الأجرة أصحاب الأجريمات ما كاينينش لأنهم عندهم عقود طويلة الأمد. إذن في هذه الحالة هذه ديك العقود سيتم السحب ديالها نهائيا يعني ديك الأجريمات يتم السحب ديالهم نهائيا رغم أن هذه الأجريمات واحد الوقت أن السلطات المعنية أو لا يعني الجهات المعنية كانت كتبارك وكانت تبارك هذه العملية ديال الشراء عن طريق تسجيل ديالها يعني في الماليه عن طريق يعني مصادقه على الامضاء يعني في البيع والشراء في هذا البيع والشراء. اذا هاد الناس هادو ساهموا في هاد العمليه هذا الان كتتم التهديد بالسحب ديالها. اذا هاد المهني اللي هو استثمر في ديك العقود ومشى شرا ديك الكريمه شنو المصير ديالو؟ انا كنهضروا على المهنيين. اذا ما مصير هاد الناس هادو؟ اذا نطالب بان الجهات الوصيه نزول الى طاوله الحوار ونطالب رئيس الحكومه رئيس يعني وزير الداخليه وزير الماليه يعني الناس يعني المكلفين بالتغطيه الصحيه نزول الى ارض يعني طاوله الحوار لايجاد حلول متوافق عليها بين المهنيين. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.